الكون كله من أجل أن يعالج فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة. ربنا ربنا قد عرفنا قدرنا يا رب، نشهدك من فوق سبع سماوات أننا عرفنا قدرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كانت أوروبا تقول انتهت حلول الأرض والأمر متروك للسماء، قلتموها الآن، قلتموها الآن منذ أن خلق الله السماوات والأمر متروك للسماء. لكن ظلمكم وكبركم نمتم فيه وغرقتم. يا رب قد عرفنا قدرنا فلا تطل علينا البلاء. يا رب عرفنا أننا ضعفاء، يا رب عرفنا أننا فقراء، يا رب عرفنا أنك الجبار، يا رب عرفنا أنك القهار، لكننا نعلم ونعرف أنك الرحمن الرحيم. فيا ربي لا تعاقبنا بذنوبنا ولا تعاقبنا بأعمالنا. يا ربي عم البلاء بيوتنا، يا ربي عم البلاء بلادنا، يا ربي فقدنا أهلا وأحبابا بفعل هذا الوباء. يا ربي نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترفعه عنا. يا ربي لا يأتي رمضان إلا وفتحت مساجدنا، يا ربي لا يأتي رمضان إلا وقد عدنا إلى بيت الله الحرام معتمرين مهللين نعترف بين يديك أننا ضعفاء. يا ربي سنعود بين يديك، ظننا بك أنك ستعيد لنا المساجد، ستعيد لنا المسجد النبوي. يا ربي ظننا بك، وأنت قلت أن أنا عند ظن عبدي بي. يا ربي ظننا بك أننا في رمضان سنصلي ونعتمر في المسجد الحرام. فيا ربي لا تطل هذه الغمة، يا ربي لا تطل هذا البلاء، يا ربي عودة إلى ما كنا عليه من حياتنا الطبيعية، لا مرض ولا وباء ولا هلع ولا خوف يا أرحم الراحمين.